هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بإتمام شهرنا فتلك النعمة والله. فاحمدوا ربكم يا عباد الله على إتمام شهركم، وقد قال ربكم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فها أنتم أكملتم العدة وكبرتم الله، وبقي علينا الشكر يا عباد الله. فعلا ما أسرع تلك الأيام، لقد انقضت ورحلت. فهل علمتم يا عباد الله كيف ذهبت؟ هل أحسستم كيف انقضت وتولت؟ وصدق الله حيث قال: أياما معدودات. جمع قل مع أنه شهر كامل 29 أو 30، ولكن والله ذهب مثل الضيف وولى مسرعا. ولكن هنيئا لكم يا عباد الله، لقد صمتم شهركم. هنيئا لكم وقد قمتم لياليه. هنيئا لكم وقد بلغتم آخره وعدد قدمات ولم يتمكنوا من بلوغه، وعدد قدمات معكم لم يبلغوا أو لم يكتملوا من بلوغه، وآخرون ماتوا أثناءه ولم يتمكنوا من إكماله. فكل واحد منا من ذكر أو أنثى عليه نعمة كبيرة من الله. يا مسلم ويا مسلمة، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفرح فليفرح بفطره. وها نحن اليوم قد أفطرنا وأنهينا شهرنا، أفليست هذه فرحة كبيرة؟ هذه الفرحة التي يأتي فيها عيدنا ليس كأعياد أهل الأرض. أعيادهم شركية وضلالية بدعية، موسم حصاد أو اعتدال جور أو مرور سنة من سنواتهم. أما نحن المسلمون فإن الله أعطانا هذين العيدين بمناسبتين عظيمتين: عيد الفطر في إتمام صيام صومنا، وعيد الأضحى بعد عرفة ومزدلفة ومنى، وفيه ذبح الأضحية. أعيادنا دين، أعيادنا عبادة، أعيادنا ذكر وتكبير، أعيادنا صلاة، أعيادنا فرحة، أعيادنا صلة، أعيادنا محبة، أعيادنا توسعة على العيال، وفي المباحات فرحة بعد هذه طاعات. يا عباد الله، إن هذا العيد فرحة حقيقة للفرحة الشرعية. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فافرح يا مسلم وتذكر معنى العيد الحقيقي. كل يوم يمر بغير معصية لله فهو فرحة لك. العيد العودة للدين، العيد يذكرنا بكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. العيد فسعة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسعة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إني أرسلت بحنيفة سمحا. إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، عيدنا كل يوم يمر بغير معصية لله فهو فرحة لك، فهو عيد لك كمسلم. العيد هي العودة للدين، العيد يذكرنا بكمال الدين. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
هذا يوم إقامة الدين، هذا يوم الفطر، هذا يوم العيد، هذا يذكرنا بالاستمرار في العبادة ما انتهت العبادة بنهاية رمضان. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك فإننا نعاهد الله في اجتماعنا هذا، في عيدنا هذا، أن نستمر على الطاعات، لا أن نرجع إلى المعاصي بعد رمضان، بل نستمر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ولن نسرف يا عباد الله. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا واجعله عونا لنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارزقنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إليك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.